ما رأيكم في الفرقة الحبشية أتباع عبد الله الهرري الحبشي، وما هو مذهبهم؟ مذهبهم القبورية والشرك بالله عز وجل، قبوري، هذا قبوري والعياذ بالله، صوفي. وقد صدر من اللجنة الدائمة بيان في الرد على هذه الفرقة الضالة، وبيان منهجها، وفيه رسالة جامعية تتكون من مجلدين عن فرقة الأحباش ومذهبهم، وفيه كتاب لأحد الأخوة السوريين عبد الرحمن دمشقية عن فرقة الأحباش، فقد كتب عنهم كتابات مطولة ومختصرة، خلاصتها أنهم فرقة شركية قبورية صوفية. نعم.